على فكرة أنا الضحية، لأني من الأول كنت ضد هالشي هاد. أنا كتير بحب ريا ورايح شوفها. لا سهيل، ما رح أسمح لك. مين رح يمنعني؟ أنت؟ إيه أكيد بمنعك. صح أنت أكبر مني، بس أنت عم تغلط وأنا ما رح أسكت عن هذا الشي أبدا. ما بدك تقتنع أنك غلطان وأنا عم حاول فهمك. وقت كنت عزابي كان حقك تطلع وتفوت كيف ما بدك، بس هلأ لا، لأنك صرت خاطب. وأصغر غلط ممكن تساويه ممكن يدمر حياتك أنت وسنجانة، وحتى ممكن يدمر حياة ريا كمان. لهيك اعذرني، لأنه أنا ما رح خليك تساوي هذا الشي بنوب. ما عم صدق من كل عقلك قاعد عم تنظر علي. لو الموضوع سهل مثل ما عم تحكي ما كنت رفضت تحقق أمنية ستي. فكر فيها منيح رامفير، ماشي؟ صعب نساوي الأشياء يلي عم ننظر فيها على غيرنا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.